السلام عليكم. إعداد خفي في قناتك يقوم بالتجسس عليك ليل نهار، وهذا الإعداد طبعا يعمل حتى ولو كان النت مفصول. طبعا في هذا الفيديو بدنا نشوف كيف نلغي هذا الإعداد، ومعظمنا في عنده تطبيقات مثل الفيسبوك إنستغرام وواتساب. جميع هذه التطبيقات وتطبيقات أخرى تتجسس عليك ليل نهار من خلال هذا الإعداد، وهو يعني اسمه المستشعرات. المستشعرات بالإنجليزي sensors. طبعا إحنا في هذا الفيديو بدنا نلغي عمل هذه المستشعرات بحيث إنك يعني تكون في سلام. طبعا عندما نلغي هذه المستشعرات بعض التطبيقات على الهاتف لا تعمل، لذلك راح نشوف كيف نتغلب على هذه المشكلة فورا، يعني ما في أي مشكلة إن شاء الله، وسوف نشرح جميع الأشياء الخاصة بهذا التطبيق. أرجو أن تتابعونا حتى النهاية، ولكن اللي لسه ما اشترك في القناة أرجو أن يشترك في القناة، والأشخاص المشتركين في القناة طبعا اعمل لايك. أتمنى للجميع التوفيق وتابعونا حتى النهاية، وشكرا للجميع. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نمنع التطبيقات من الوصول إلى المستشعرات لازم نفعل حالة المطور. ندخل إلى الضبط، ننزل في هاي القائمة إلى الأسفل إلى آخر شيء وهو حول الهاتف. بنلاحظ أنه ما في إشي بعد حول الهاتف، لكن بعد شوي راح تظهر لنا هون يعني عملية المطور، حالة المطور. بنضغط على حول الهاتف، هون معلومات البرنامج نضغط عليها، يجينا هون في إشي اسمه رقم الإصدار، نضغط على رقم الإصدار 7 مرات بالإصبع، 1 2 3 4 5 6 7. هلا بيجينا هون هذا أدخل رقم البن الحالي، يعني فتح الشاشة، نضغط عليها. ممكن هاي ما تظهر لكم هلا، ونضغط في النهاية تم. هلا بيجيني هون إشي اسمه رقم الإصدار، عفوا هاي عملناها. هلا بنرجع مرتين من هون من هذا السهم، مرتين بنرجع. لاحظ هلا إيش ظهر لي، ظهر لي خيارات المطور. نضغط على خيارات المطور، هنا ننزل شوي نجد إطارات مطور الضبط السريع، نضغط عليها بيظهر لي هنا إشي اسمه sensors ووضعها off. إحنا لازم نعملها on، وبالتالي الآن لو ذهبنا إلى الشاشة من أعلى، يعني نزلنا الشاشة بالإصبع من أعلى، راح يظهر لنا إشي هنا اسمه sensors off. هاي ما كانت بالأول، هلا sensors off. أنت علشان تمنع التطبيقات من الوصول إلى الكاميرا والمايكروفون وتمنع التجسس عليك، يجب هاي أنك تعملها on. هلا أنا ما بستطيع أعملها on لأنه بيقطع علي التسجيل وبيقطع علي المايكروفون والكاميرا، فبالتالي بعملها إذا بدي أعملها يعني بعد انتهاء التسجيل. وعادة أنت إذا ما بتستعمل الهاتف فترة طويلة هاي يجب أنها تكون on. وطبعا سهل جدا أنك تغيرها من on إلى off، يعني بتسحب الشاشة من الأعلى وبتغيرها فورا. يعني إذا بدك تستعمل الجهاز تصور مثلا يجب أنها تكون هذه on. هلا هي off، يعني عشان إذا بدك تصور بتخليها off، إذا ما بدك تصور بتخليها on. يعني إن شاء الله أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو، وطبعا أنا
إذا في أي مشكلة بتواجهكم مستعد للإجابة على التعليقات. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفواً.